تفكر صفحة 17 إنه تمرين 24 يقول تفكير ناقد، يقول هل يوجد مستقيم الميل مالته قد 4 يمر من نقطتين 8 سالب 2 و5 7؟ يقول إذا وجدت مستقيم اكتب معادلته وإلا فعلل إجابتك. أوكي طبعا أنا بطيء نقطتين فراح أطلع الميل، أوكي نشوف الميل يطلع 4 أو ما يطلع 4، فأخذ النقطتين، النقطتين النقطة الأولى هي 5 7 والنقطة الثانية هي 8 سالب 2، راح أوجد الميل ما دام عندي نقطتين أوجد الميل. فهاي هاي تمثل الـ X1 Y1 وهاي تمثل الـ X2 Y2. نكتب قانون الميل، قانون الميل شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التغير الصادي يعني الـ Y2 ناقص الـ Y1 على التغير السيني الـ X2 ناقص الـ X1. خلينا نعوض، قيمة الـ Y2 هي سالب 2 ناقص والـ Y1 شقد؟ 7، الـ X2 شقد؟ 8 والـ X1 شقد؟ 5. أوكي يساوي لنا إشارات مشابهة نجمع نخلي نفس الإشارة، 2 و 7 شقد؟ 9، 8 ناقص 5 3، هسه السالب على الموجب سالب، 9 تقسيم 3 3، إذن الميل شقد؟ 3، إذن لا يوجد مستقيم ميله 4 يمر بالنقطتين 8 سالب 2 5، ليش؟ لأن الميل طلع عندنا شنو؟ سالب 3، ويقول لي الميل 4، إذن نقول لا يوجد، لا يوجد مستقيم، لا يوجد مستقيم ميله 4 يمر بالنقطتين، بالنقطتين سالب 2 8 و 5 7. اوكي اذا لا يوجد مستقيم ميله 4 يمر بالنقطتين، انما يوجد مستقيم ميله سالب 3 يمر بالنقطتين. 25 تحدي، يقول مستقيم تقاطعه الافقي. اوكي شبيه، يقول هو النظير الجمعي لتقاطعه العمودي. اوكي ويمر هذا المستقيم يمر بالنقطة 2 3، اكتب معادلة ميل ونقطة لهذا المستقيم. اوكي طبعا ميل ونقطة نحتاج ميل ونقطة على مود اسوي المعادلة، احتاج شنو؟ احتاج نقطة يعني X1 Y1، واحتاج شنو؟ احتاج ميل، واكتب المعادلة. اوكي اللي احنا نعرف المعادلة Y ناقص Y1 يساوي لنا الميل X ناقص X1، اذا احتاج النقطة واحتاج الميل. زين مين جاب النقطة الميل؟ طبعا النقطة موجودة فقط الميل. فإذا أخذ المستوى الإحداثي، هذا المستوى الإحداثي، أوكي شو يقول هو؟ يقول تقاطعه الأفقي يعني يقصد السيني، هذا التقاطع الأفقي هو النظير الجمعي لتقاطعه العمودي. لنفرض هو هذا المستقيم، هذا هو تقاطع العمودي، يتقاطع بالنقطة الأكس صفر وأكو قيمة للواي. التقاطع الأفقي راح يكون أكو قيمة للأكس اللي هي سالب أكس وقيمة الواي صفر. إذا عندي نقطتين، هاي نقطة وهاي نقطة، من ذن النقطتين أطلع الميل. يعني هو شو يقول؟ يقول تقاطع الأفقي هو النظير الجمعي لتقاطع عمودي، يعني إذا هنا 2 هنا سالب 2، هنا 5 هنا سالب 5، هنا 4 هنا سالب 4، فإحنا أخذنا الأعلى التعيين يقطع بالعمود صفر واي، وبالأفقي يكون النظير الجمعي، يعني معناته قيمة الواي تساوي لنا قيمة الإكس. يعني إذا هنا 3 هنا 3، هنا 4 4، لأن يقول تقاطع الأفقي هو النظير الجمعي لتقاطعه العمودي. أوكي هسه ما دام عندي ذن النقطتين الصفر واي والنقطة الثانية هي سالب إكس صفر، أقدر أوجد من ذن النقطتين الميل على اعتبار هاي إكس واحد واي واحد وهاي إكس اثنين واي، إكس اثنين واي اثنين. أوكي خلينا نطلع الميل. الميل قلنا يساوي التغير السيني على العفو التغير الصادي على التغير السيني، ويساوي ايش قد الواي 2 صفر ناقص الواي 1 ايش قد واي، ايش قد التغير السالب اكس الاكس 2 هي سالب اكس ناقص صفر، هذا شيء يؤدي لنا، يؤدي لنا صفر ناقص واي هو ناقص واي، وناقص اكس وناقص صفر هو ناقص، هو ناقص اكس ناقص اكس. اذا الميل شو يساوي لنا؟ السالب على السالب موجب، اذا الميل يساوي لنا واي على اكس، وبما انه الواي يساوي لنا الاكس فالميل شو يساوي لنا؟ الميل يساوي لنا واحد. قلنا اذا هنا صفر اثنين هنا سالب اثنين صفر، اذا هنا اربع صفر اربعة هنا سالب اربعة، يعني قيمة الواي يساوي لنا قيمة الاكس، بالتالي الواي على اكس شو يساوي لنا؟ فالميل شو يساوي لنا؟ واحد.
اذا طلع الميل ايش قد قيمته؟ واحد. وعندي هاي النقطه يعني هسه النقطه اللي عندي هي 2 3 يمر بيها المستقيم، والميل ايش قد طلع عندي؟ واحد. فراح اكتب المعادله في طريق هذا القانون، فاقول الواي ناقص الواي وين ايش قد؟ 3 يساوي ان الميل ايش قد؟ 1 في الاكس ناقص الاكس 1 ايش قد؟ 2. نفتح طبعا واحد في هذا بيأثر، يعني يصير واي ناقص 3 واحد في اكس، اكس واحد في سالب 2 سالب 2. اصفر المعادله او اخلي الاكسات الجهه والارقام الجهه او اصفرها المعادله، اقول واي احول السالب موجب ايش يصير؟ سالب اكس سالب 3، احول الموجب لسالب 2 ايش يصير؟ موجب 2 ايش يساوي لنا؟ صفر. اذا المعادله واي سالب اكس ناقص 1 ايش يساوي لنا؟ صفر. وها هي المعادله مال المستقيم اللي راتب. الى فقره سؤال 26 ايهما صحيح؟ يقول عندنا معادله مال مستقيم الميل مالها هو 3 على 5 ويمر بالنقطه، مستقيم هذا الميل مالته ويمر بالنقطه، اذا نكتب له معادله. فاحمد كتب هاي المعادله ومحمد كتب هاي المعادله، ايهما صحيح؟ احمد لو محمد طبعا راح اخذ الميل والنقطه واسوي معادله مستقيم، بما انه ميل ونقطه فالنقطه هي سالب 1 7 والميل اللي مطيني اياه جد 3 على 5. اوكي، راح نكتب قانون معادله المستقيم اللي يمر بنقطه وميل، ميل ونقطه، فالواي ناقص الواي 1 يساوي ان الميل الاكس ناقص الاكس 1. اوكي، هاي طبعا هي الاكس 1 وهذا هو الواي 1، خلينا نعوض. فالواي تنزل الواي 1 ايش قد؟ 7 يساوي لنا الميل ايش قد؟ 3 على 5. والاكس تنزل والاكس 1 ايش قد؟ سالب 1، ومن هنا سالب يصير موجب 1 لان السالب في السالب موجب. هسه ياها الاصح احمد لو محمد، لا محمد هو الصحيح، 3 على 5 3 على 5، اكس زائد 1 اكس زائد 1، واي ناقص 7 واي ناقص 7. اذا هذا الصحيح وهذا خطا. احمد خطا لان يعني احمد قال بالميل، الميل 3 على 5 كاتبه 5 على 3 فخطا، وهذا هو الحل الصحيح. اوكي، وصلنا لاخر فقره يقول اكتب مساله من واقع الحياه يمكن تمثيلها بمعادله خط مستقيم. اوكي، خلينا نفرض عندنا فد ورشه، خلينا نفرض فد معمل ينتج خلينا نقول ثلاجات. اوكي، معمل ينتج ثلاجات، كلفة الثلاجة الوحدة، كلفة الثلاجة الوحدة، كلفة الثلاجة الواحدة الواحدة خلينا نقول 100,000 دينار، خلينا نقول كلفتها 100,000 دينار. اوكي، هاي كلفة الثلاجة الوحدة. خلال اسبوع اكو كلفة اضافية، يعني اكو كلفة اضافية اضيفها الكل على كلفة الثلاجة، كلفة إضافية أسبوعية من كهرباء من نقل من عمال من كذا أضيفت 25,000 دينار، هاي كلفة إضافية 25,000 دينار. إذا كلفة الثلاجة هي 100,000 وأضيف كلها كلفة إضافية تصير 25,000 دينار أسبوعيا، طبعا هاي الكلفة الإضافية أضيفها أسبوعيا، يعني أنا مو كل يوم أضيف، لا لما أنتج ثلاجات أسبوعيا أضيف 25,000. فإذا أكتب معادلة خلينا نمثل الواي يمثل كلف انتاج الثلاجات، شو تساوي لنا؟ تساوي لنا هاي ال 25,000 هاي الثابته اسبوعيا واضيف لها 100,000 دينار كلفه الثلاجه الواحده، واكس يمثل عدد الثلاجات. اذا اكس يمثل عدد الثلاجات و100,000 هاي كلفه الثلاجه واضيف لها 25,000 اسبوعيا، اذا هذا الواي يمثل كلفه انتاج اكس من الثلاجات شنو هو؟ اسبوعيا. فاذا في الاسبوع الاول يعني العفو اذا عندي ثلاجه واحده فيصير شنو؟ 125. اذا ثلاجتين يصيرنا 200,000 زائد 25 225، اذا ثلاث ثلاجات 300,000 زائد 25 يصير 325,000. اذا هاي الواي تمثل كلفه انتاج الثلاجات اسبوعيا. هاي طبعا اذا مثلها طبعا هي معادله خطيه، ليش؟ لانه ما عندي تربيع تكون على شكل خط مستقيم. يعني اذا تخلي هنا الواي تمثل كلفة انتاج الثلاجات وهنا الاكس يمثل لي عدد الثلاجات راح تكون شنو هو؟ خط مستقيم نحو الاعلى، يعني حتى الميل يطلع هنا عندي موجب لان اتجاه مستقيم نحو الاعلى.